مساء الخير. تلعب السينما دورا حيويا في مراحل تطور المجتمعات، خاصة إذا كانت تلك المجتمعات تمر بمراحل سياسية حساسة كحراك شعبي أو نقلة سياسية نوعية. في الجزائر لم يعد للسينما دورا ضعيفا فقط، بل أصبحت السينما في الجزائر ميتة تماما. هذا ما نقترحه عليكم من موضوع في عدد اليوم من برنامج القصة وما فيها، الإنتاج السينمائي في الجزائر ما هو حاله؟ أشاهده ثم نعود. على عكس الشباب من جيله الذين لم تطأ أقدامهم يوما قاعة السينما، يحافظ سمير على هذه الثقافة، فهو يقصد نهاية كل أسبوع قاعة السينما لمشاهدة الأفلام. Chaque week-end, chaque week-end, je rentre voir un film. C'est ma passion. À chaque fois, ils font des festivals de court-métrage, ils font des festivals de cinéma maghrébin, ils font des festivals de cinéma. قاعة سينيماتيك بشارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة تكاد تكون الوحيدة التي بقيت أبوابها مفتوحة أمام محبي السينما. تعرض اليوم فيلما جزائريا بعنوان لا لزبيدة والناس للمخرج يحيى مزحم، والذي أنتج بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. سمير لا يريد أن يفوت فرصة مشاهدة هذا الفيلم. بعد اطلاعه على الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء خاجة.com سواء نجي نحن ندير بروغرام دو سينما لا كومونيكاسيون دو لا كولتور وين زعما يكون اون بروجيكسيون ولا ما كانش. كيما اليوم يا لو فيلم دو لا لزبيدة سي كيما شفتش لافيش ما ندخلش باسكو جو لو سافي با. Malgré tout, je l'ai vu le film sur la Constantine culture arabe et tout, mais que je là comme une machine là, fait, je voulais ma compte à la belle. Donc, espérons qu'il y aura un peu plus de publicité, espérons que tu aies des festivals de cinéma, espérons que les gens t'aient d'occasion de t'en foutre. دقائق قبل بداية العرض، مشهد مدهش للقاعة. ليس هناك أكثر من 8 متفرجين. تتسع القاعة لحوالي 240 متفرجا. فيلم جميل وتذكرة في متناول الجميع ب200 دينار فقط، لكن الإقبال شبه منعدم. لم يدخل إلى خزينة سينيماتيك اليوم سوى 1600 دينار، وضع مزري للسينما الجزائرية التي صنعت أمجاد المشهد الثقافي طيلة عقود بعد الاستقلال. يرجع العديد من الفاعلين في المجال السينمائي غياب الإقبال على قاعات السينما الجزائرية اليوم إلى ديجا القاعات الموجوده اليوم ما تلائمش مع كيما نقول لكم مع الاذواق تاع الاجيال الجديده. اليوم باش الجزائري يروح يشوف فيلم لازم له قاعه حديثه مجهزه بكل الوسائل الحديثه، لازم له عنده وين يحط السياره تاعو، عنده وين يشرب قهوه، عنده. اليوم القاعات القليله الموجوده كيما نقول لك ما توفرش على هذه الامكانيات. اليوم نشوفوا قاعات في وسط المدينه ما عندكش وين تحط السيارة تاعك، ما عندكش وين تشرب قهوة. كي يجي واحد يشوف فيلم في الليل ماكش ترونسبور، باسكو كاين عدة أشياء اللي تجعل الجزائري يخرج لقاعات السينما. اليوم الجو غير ملائم، لكن لو كان نبنيو، أنا متيقن بلي لو كان نبنيو قاعات جديدة وكان نعاودو نديرو كيما نقول ملخص تاع معظم الأفلام التي أنتجت في العشرية الأخيرة، نتكلم على الأفلام المحلية، 95% من الأفلام لم تعرض في القاعات السينمائية، عرض شرفي للصحافة وكما أقول لك اللي عندهم الحظ اللي تلقاو عرض، اللي تلقاو كما أقول لك دعوة، لكن معظم الجزائريين ما يشوفوهاش، يقرأوا عليها صح بصح ما يشوفوهاش. لذلك الغرض اللي يقول لك احنا ما زلنا في السينما القديمة، لأن ما التلفزيون اليوم جزائري ما يعرضش الأفلام الحديثة. الحقيقي أنه الأزمة الأمنية بكل مخلفاتها خلقت هذه القطيعة بين الجمهور والفرجة السينمائية والقاعة السينمائية، فكانت مرحلة صعبة جدا. وإعادة ترميم هذا لم يكن، لأنه ذهب جيل وقدم جيلا جديدا ليست لديه أي معالم
متعلقة بالسينما سواء كان في القاعات أو كثقافة، لأنه في الماضي كانت خروج فيلم في القاعات يشكل حدث اجتماعي في الصحافة في كل وسائل الإعلام، في بعد الألفية مع الأسف رغم كل المحاولات والمساعي لم نستطع أن نخلق هذا التصالح ولم نستطع أن نرمم هذه العلاقة الطبيعية المفروض بين الجمهور بشكل عام والثقافة. عاش الجزائريون أجمل أيامهم مع السينما الجزائرية سنوات السبعينات والثمانينات، وبقيت محفورة في ذاكرتهم لم تتمكن بعدها الأجيال من استخلافها. ماشي أنا اللي قلتها، قالوها لواحد العام اللي شاف في 76 جات ديليغاسيون تاع اليونسكو دارت كوميسيون داروا على القاعات تاع السينما في المدن الكبار، يبان في الرابور تاعهم قال لك عندكم سينما تلم خيرين في الدول العربية وفي الدول الإفريقية. كي تجي تشوف انت وسيبري انا خليص قال مثلا نعطي لك اكبر حجم تاع ليكرون في افريقيا، لو بلو غران ايكرون دافريك، وراه واحد القاعة في مستغل يقولوا لنا لو سينما عندها لا كاباسيتي داك تاع البلايص ترفد 2400 بلاصة، واكبر حجم لو بلو غران ايكرون دالجي واحد القاعه في باب الواد سينما المارينيون ترفد 1600 مقعد هي غالقه. اطلس في وقتها اكبر قاعه في شمال افريقيا كانت ترفد 4000 مقعد 4000 بلاص ودير يعني عده الخدمات c'est une salle polyvalente elle faisait théâtre cinéma gala de boxe ou le meeting هذيك القاعه هذيك تحلت 1932 و 1932 ولا ايتين اوغيل هذيك عندها تاريخ تاع اونتوري ديستوار اكبر فنانين تاع الدول العربيه كاع جازوا تما تاع الجزائر جازوا تما تاع فرنسا جازوا تما وصل أطلس الماجستيك على ليبوك شوف انت جوني اليدي جاز تما الاخرى مع سيفيل فارتون المرض تاعو داليدا جازت في النص تاع السنوات الستينات شارل زنابو جاز جوج خطرات كوفري جورج موستاكي سيرج لاما جورج براسينس هذيك الغنية فرانسوا زاردي ماري لافوري جازت الاخرى هذيك الثاني فرانس قال نانا موسكوري مريم ماكيبا ماني دي بونغو دو كاع جازو في قاعه الاطلس هذه شوف لي ستوريك تاعها وخلي وخلي خلي خلي لو كان مزيان نجي نجبد ما تفرش كاع ايه هادو اللي حضرت لهم هادو كنت خدام تما ماشي هادو يعني حضرهم مباشره. رغم ابتهاج السينما الجزائريه في تلك الفتره الا ان سياسه الدوله انذاك في تعاملها مع قاعه السينما كانت بدايه طريق القطيعه مع الجزائريين والسينما في اطار السوسيال كوميونيزم بداو بحاجه يعني ما فهمتش انا علاش وللان ما باشنا فاهمين علاش بداو بتاميم لا ناسيوناليزاسيون دي فيلم دي سينما والحمامات لي سينما اون ايتي ناسيوناليزي كاع لي سينما فهمت اللي خلاهم الفرنسيس تاع الفرنسيس وتاع الجزائريين كيف كيف. وكان واحد النقطه يعني فكاهيه بصح يعني تبكي حشي يضحك ويبكي في قسنطينة كان واحد السينما تاع واحد جزائري دونك مسلم كما بسكي عيطونا مسلمين احنا كان فرق فرنسيس والمسلمين اي كي جاتو هذاك الاستدعاء تاع لا ناسيوناليزاسيون في الليله هذيك واش دار راح نحى الكراسه كل جاب الماسوات جاب كل شيء ومن هذيك وقلبوا هذاك السينما قلبوا جامع. الصباح هذيك رسلوا له الميليشيا الجزائري ما يعرفوش يعني ميليشيا الميليشيا هي وجيش تاع 15000 عسكري لابسين سيفيل وتابعين رئاسه الجمهوريه انا ذاك رسلوا له الميليس ودخلوا الحبس في الجزائر سينما الدنيا زاد الدنيا زاد هذا كان اسمه سبلانديد جاي في 9 شارع عبان رمضان اكتوالمون بكري ري دور نانو هذا كان تاع واحد يهودي قبل اسمه جينايسية كما اريكم اسياس ومن بعد باعوا للمنصالي المنصالي شكون سي اب انيسه بومدين مرت بومدين اللي من بعد زوج بها
اسمه بدلوا الاسم تاعو في 1950 سماه الدنيا زاد. علاه الدنيا زاد؟ باسكو انا ذاك كانوا الافلام المصريين اي افلام هند اون فيرسيون اوريجينال، وكاين فيلم اللي ولا مشهور بزاف في البلدان العرب اسمه مانغالا بنت الهند لا في دي زاند، اي هو اسم السينما دنيا زاد. دونك هذا السينما ايتي ناسيوناليزي اي بور ليستوار. من بعد كي تزوجت أنيسة بومدين مع بومدين رجع لها السينما، وحسب الكلام تاعها اللي راهو في انترنت تقول من بعد باعته والدركة مغلوق مش عارفين علاش. هذه شهادة الوفاة تاع السينما في الجزائر، عليه مع البداية تاع الاستقلال يعني رحنا باش نغلقوا غلقوهم، يسمى غلق تاع السينما، فهمت يعني ما تجيش في العقل، يسمى يعني من البداية جينا ضد الثقافة تاع السينما. كانت الجزائر بعد الاستقلال الأكثر تقدما وتطورا في المجال السينمائي. الفيلم التاريخي وقاع سنين الجمر. شوفوا شوفوا راهم يجريو كي الروان. يا سي عمر لو خليك مصبابة تاع واحد دعوة خلال. كان الفيلم العربي الوحيد الذي فاز بالزحفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وكان المخرج كبير الخضر حمين بطلا قوميا آنذاك. أفلام جزائرية أخرى نالت عدة جوائز على غرار فيلم زاد، وهو إنتاج مشترك جزائري فرنسي للمخرج الفرنسي غوستا غافراس بمساعدة الجزائري أحمد رشدي، الذي تحصل على جائزة الأوسكار لفئة الأفلام الأجنبية بمهرجان كان. بعد نهاية الفيلم نسأل سمير حول رؤيته للسينما الجزائرية اليوم كشاب من الجيل الجديد. السينما تدوك يا توجور لي ميم برودوي ا شاك فوا. العام اللي فات داو لو العام اللي فات بدا الخاوه على زادو داوه العام اللي فات توجور كيما هذا العام قال لك حيزيد يخرج بزاف بدلو شويه. حتى المتمسكين بمجد السينما اليوم من الجيل الجديد يبحثون عن قاعات لاشباع شغفهم. السينما الجزائريه اليوم مقارنه بفتره السبعينات والثمانينات وكذا مع السينما السورية والمصرية واللبنانية ما يطرح التساؤل، أين هي السينما الجزائرية؟ وما السبب وراء تراجعها وابتعادها عن دور العرض العالمية؟ لمين مرباح أحد صانعي أمجاد السينما الجزائرية بعد الاستقلال الذي بقيت أفلامه خالدة يشاهدونها اليوم، والشاشات التي أضاءها لمين مرباح وآخرون من جيله ها هم يرونها اليوم تنطفئ أمام أعينهم. لماذا السينما الجزائرية في البداية كانوا أفلام ومن بعد من مش الأسباب مش كلها غير يعني غير التكوين؟ كاين طبعا أسباب سياسية، يعني كنت يعني تكلمت عليها قلت لها أن الجزائر لما بدأت في السينما كان مؤمن، بدا بالتأميم، التأمين تاعو القاعات تأمت، فطبعا لما تأمم القاعات ما تأمم. لماذا؟ لأن سياسيا تنطلق من سينما ما عندهاش نفس نفس الدور اللي كان ليها، كان سينما تجاري، سينما تاع تسلية، وفي قبل يعني في إطار الثورة داخل الثورة السينما لما وجدت لما بدأت ملتزمة سياسيا واجتماعيا، فطبعا هذيك الصبغة نتاعها بقات لها من بعد مع الدولة الجزائرية بعد الاستقلال. أخرج لمين العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا ولقيت صدى واسعا لدى الجمهور الجزائري، تحكي قصص الكفاح في فترة الاستعمار والتي ساهمت في صعود مؤشر الإنتاج السينمائي في الجزائر. المعهد الوحيد الذي كون هؤلاء لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال على إنشاء واحد مشابه له لإعادة المجد الضائع للسينما الجزائرية. في بعض الجزائريين اللي تكونوا في ألمانيا الديمقراطية آنذاك،
كذلك شاركوا في تأسيس هذا المعهد السينمائي، وذاك هو أول معهد اللي أنا شخصيا وكثير من السينمائيين اللي من بعد يعني عملوا أفلام تكونوا في المعهد هذاك. منهم مثلا أنا لما جيت هنايا شكون اللي تلاقيت تعرفت به الشباب كيما هنايا؟ كان سيد علي مازيف، كان مرزاق حلواش، كان يعني كثير كثير الأغلبية تاع السينمائيين اللي عملوا أفلام من بعد خرجوا من المؤسسة التكوين هذه الانستيتيو ناسيونال دو سينما اللي كان تابع للمركز الوطني للسينما سانسي. كانوا بعض الجزائريين كذلك اللي تكونوا في ألمانيا الديمقراطية، حتى في موسكو، في تشيكوسلوفاكيا، في يوغوسلافيا. مثلا كما العسكري الله يرحمه عمر العسكري تكون في يوغوسلافيا. السينمائيين الأوائل في الجزائر واللي عملوا السينما حقيقة اللي كنت كلمة نقولوا علاش في السبعينات كانوا أولا وقبل كل شيء السينمائيين وبالخصوص المخرجين تكونوا في معاهد وكونوهم يعني سينمائيين دي بروفيسيونيل صح. أين معاهد تكوين سينمائي في الجزائر؟ ملي هذاك المعهد اللي تخرجنا منه احنا دار دفعة واحدة وغلق غلق. أو هذاك المعهد السينمائي الجزائري الحياة تاعو يعني المدى تاعو من 64 ل 67 ثلاث. ساهمت الحكومة الجزائرية في إنتاج المئات من الأفلام بإنشائها لمركز السمع البصري وكذا المركز القومي للسينما الذي فتح باب الشهرة للعديد من المخرجين. 20 سنة، 20 عام، 21 عام مخرج. أنا كنت خلطت التلفزة الوطنية أول حصة عملتها مباشرة حصة منوعات، ما كانش الإنتاج في ذاك الوقت يعني رواية ولا، كان في عمري 21 عام مخرج سينمائي. و احنا السينما تعلمناها كسينما روائية. الأساتذة تاعنا كانوا أساتذة كما قلت لك نصهم من بولونيين من بولندا. بولندا كانت معروفة للسينما تاعها يعني كان مستوى رفيع في هذاك الوقت. رامر بختي دار بوعماما، دار يعني أفلام داخل المؤسسة تاع الوطنية. لما خرج ما قدر يخدم، ما خدمش حتى توفى الله يرحمه، ما قدرش يعمل ولا فيلم. حسن حسن انت ما عرفنيش. نالت الأفلام الكوميدية اهتمام الجزائريين، بداية بفيلم حسن طيرو للمخرج الأخضر حمينة سنة 1968. والماكل عطاولكم شوية؟ عطناش قد فالبراك بالزيتون وشلاطة بالمعجون. وعطلة المفتش الطهر للمخرج الكبير موسى حداد سنة 1972. أو بتزل المشي عن تساعكالي بس حبيتني نمشي يا إسبكتور أو تسكيل ما تزمت. مية وستة عندي دخان شعرة والآخر يتكيف في بعرة والسيجارة عليها السهرة قالوا. وبعدها الطاكسي المخفي لبن عمر بختي سنة 1989. علي طويل وعلي سمين إهمال هذا اللي هرب للغسال يخلص نص بلاصة. اسمع سي شوف نقول
شوف يا عمتي فوتيتي لسانك خاطر نضرب جدك دخلنا فلسان مخفي المخرج تاعو بن عمر بختي في اطار المؤسسة الوطنية. علاش مع التاكسي المخفي ما كانوش فلام تاع رواية يعني في نفس المستوى بشوية؟ الفيلم تاع اللي داروا موسى حداد الانسبكتور طاهر لي فاكونس الانسبكتور مازال لحد الان داروا في اطار الدولة في اطار لونزيك، وعلاش من بعد ما قدرش يدير؟ ظل بعدها الجزائريون يبحثون عن متنفس لهم بعد الأحداث التي عاشتها الجزائر نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، ليطل عليهم المخرج محمد أوقاسي بفيلم سياسي كوميدي جريء كان بمثابة أيقونة سينمائية خالدة، كرنفال في دشرة. في دشرة الذي أنتج بداية التسعينات بمثابة الستار الذي أسدل على السينما الجزائرية التي دخلت بعدها في نفق مظلم. حاليا السينما الجزائرية تمشي في طريق مسدود، يعني نصارحه الآن باش تعاود تحيي فرنسا خلت لنا 400 قاعة سينما واللي ما عندها 6 قاعات وما شاء الله. المفروض احنا كنا 11 مليون و 40 مليون اللي بحقنا في كانت 400 لو ممكن عند 2000. مش ممكن بالطريقة هذه وين تعرض السينما. قلنا لك السينما يسمها قاعات عرض. احنا نشوف في أمريكا وهي أول دولة في العالم في إنتاج الأفلام، خرج فيلم يقول لك الفيلم الفلاني في الأسبوع الأول حقق كذا مش عارف مليون دولار مش عارف ولا مليار ولا دونك. الفيلم يعتمد على المتفرجين هم يمولوا، مش الدولة جيدة تمول. لا، اخدم مليح تلقى وفيها منافسة. الأفلام الجيدة هي اللي تنجح، فيها الأوسكار وفيها هذا هو اللي ناقص في السينما. حنا اليوم من ينتج السينما وما هي القاعات يتعرض الأفلام؟ ولهذا ثم الآن بعد ما تعود هذا الشباب الجديد اللي بيعرف قاعة السينما بعد ما تعود على الانترنت واليوتيوب وكامل، صعيب تعود أنت تجيبه من جديد ودخله قاعة السينما. رغم الوضع الذي تعيشه الجزائر في هذه الفترة إلا أن بعض المبدعين لم يستسلموا وآثاروا البقاء في الجزائر وتمكنوا بإمكانية ضئيلة من أفلام جسدت الواقع على الشاشة. أنا نعتبرها كانت فترة بالنسبة لي والجيل التاعي فترة يعني مزدهرة، لأنه رغم كل هذه الصعوبات وكنا نشتغلوا يعني كان فيه شغل، كانت فيه حتى الإنتاج وكان فيه كذلك الجودة. يعني نذكر أنه الأفلام اللي عملناها في هذه الفترة والمسلسلات والأفلام كانت يعني ذات الجودة، وحتى المسرح يعني كان فيه جودة في الأعمال. رغم يعني قلت لك صعوبة يعني التوقيت اللي كنا نجي نحن فيه، يعني توقيتنا كان احنا كما يقولوا احنا ما كناش محظوظين لأنه جات فيه فترة صعبة إلى آخره، ومع ذلك يعني اشتغلنا قلت لك وخدمنا عمل جيدة. يعني شوف كانت أكيد من أصعب يعني الفترات، ومع ذلك يعني مع ذلك كانت يعني من ناحية يعني الكمية والكيفية يعني كان فيها عمل، كان إنتاج. شوف مسرحيين كنا نعملوا جولات حول الولايات الجزائرية رغم الصعوبة، رغم لي فوباراج، رغم يعني نذكر انه في حادثه انه يافي في 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 يعني في كنا في طريق الغرب وكنا نروحوا عبر الطريق، ما كانش عبر يعني ماشيين بالطائره. كنا عندنا داخل كل المسرح الوطني كان عنده لو بيس تاعو يعني ترونسبور تاعو، نرفدوا روحنا ونروحوا كامل كل المجموعه ونعملوا الجوله حول نديروا طريق الغرب ثم الشرق الى اخره. كانت طريق الغرب اظن انه وين كان باغاج تاع لا جوندارموري وين حبسونا، تخلعوا كي شافونا ممثلين فنانين رايحين نديروا جوله بمسرحيه، وجزنا على دي برسك كما قال لكم سي دي فوباراج، يعني قالوا لنا ما كان والو مسرح والو هيك ايتو دون لو سونس وين سلكتو لها يعني بشعره، يعني الامر خطير جدا. يعني ما قالوا لنا واش راكم ديروا هنا وعلاش راكم ديروا جوله كما على بالكم بالحاله ايتو. حنا نو الفنان الجزائري كان شوف يعني كنت كن الكل بعد الكل الجميع يعني الفنان الجزائري خدم في هذيك الفتره. كان عندي الحظ اني اشتغلت مع يعني سينمائيين يعني قادرين منهم رشيد بن حاج في كانت عندي مشاركه فيه في فيلم جزائري فرنسي توشيا، نظن انه انتج في سنه 91 او 92، وثم كانت لي تجربه كانت مليحه مع المخرج المعروف مرزاق علواش في فيلم العالم الاخر
في سنة نظن 2000، وثم تجربة مع الفيلم البوليسي اللي نظن الناس كامل شافتوه اللي هو فيلم كندي من إخراج عامر بهلول، وكانت البطولة لسيد أحمد أقومي. كنت لعبت فيه ضابطة شرطة، يعني ضابطة الكوميسار لوكال. كذلك كان لي فيلم كذلك يعني من أجمل الأفلام، يعني اللي أنا نعتبرها كمان هذا يعني رأيي، ونظن يعني رأي الجميع، أنه فيلم مال وطني لسيدة فاطمة بالحاج اللي انتجناه نظن في سنة 2007. وكلها ما عدا الفيلم البوليسي تتكلم على العشرية السوداء، يعني ثلاث أفلام تتحدث عني أنه كانت الفترة هذيك هي، يعني كان هذاك هو الموضوع، موضوع الفترة. اضطر العديد من المخرجين إلى مغادرة البلاد في سنوات التسعينات بحثا عن رؤوس أموال لدعم إنتاجاتهم وعن مناخ من الحرية يمكنهم من التعبير عن آرائهم واتجاهاتهم دون أن يتعرضوا للمضايقة. اليوم هي مشكلة حرية التعبير، هي اليوم القوانين معمول بها في صالح الدولة ماشي في صالح المبدع، هذه هي المشكلة. في 2011 كان خرج قانون جديد للسينما الجزائرية اللي حدد من صلاحية المخرج، كل الأفلام اللي تتعلق بالثورة الجزائرية لازم لها رخص من وزارة المجاهدين، لازم هذا عائق لأن الفيلم، أن اليوم الأفلام كاين أفلام سينمائية وكاين أفلام وثائقية، الفيلم الوثائقي هو لازم يكون يخضع عليك لكل هذه القوانين، لكن فيلم سينمائي هو فيلم إبداعي، دونك المخرج عنده شيء من الإبداع، وهذا لازم الناس الدولة تفهم الشيء هذا، لأن فيلم سينمائي عندك جزء من الخيال. لأن اليوم ما تقدرش تدير فيلم سينمائي بالتاريخ الموجود، من المستحيل باش مخرج يقدر يدير لك فيلم سينمائي ناجح بدون الرجوع إلى شيء من الخيال، هذا من المستحيل. وهذا الشيء اللي كنا تناقشنا فيه مع اللجنة، وبدأوا يتفهموا ذوك اللجنة، كان بعض الأشياء صححناها، كان بعض الأشياء اللي تبقى كما راهي. اليوم العراقيل وكاين ثاني نقص تمويل، هي اللي جعلت الجزائريين يروحوا الخارج، هذه حقيقة. سلطة المخرجين الشباب عندهم مواضيع لتتعلق بالسياسة، لتتعلق بالوضع الاجتماعي، بسيناريوهات مكتوبة بكل حرية، وغالبا عندهم مشاكل هنا، عندهم مشاكل في العرض، عندهم مشاكل في التمويل، عندكم لهذا الغرض اللي كوديفو يكونوا مرغمين للاتجاه إلى أوروبا للحصول على المنتجين. هذا مشكل. هذا كان اليوم حرية التعبير في الجزائر عندها مشكل، هذا اليوم كان اللي قال لك كان حرية التعبير 100%، احنا ما قلناش ما كاش حرية التعبير، لكن في بعض المواضيع اليوم كاين تدخل، كاين تحفظات، سكون ابل بروتكسيونيزم، ما نديروش ثقة في المخرجين، لان اليوم السينما ما على باليش اليوم السلطات تخاف من الصورة، تخاف من الصورة، هذا شيء كما يقول لك موجود، وعدة مخرجين اليوم لو يخافوا يجيوا يصوروا في الجزائر. أنجز هؤلاء المخرجين العشرات من الأفلام السينمائية بإنتاج مشترك، والتي كثيرا ما لقيت انتقادا لدى الجزائريين لمعالجتها قضايا جزائرية وفق رؤية فرنسية استعمارية. يمولهم موسي فرنسا هي الأولى وأوروبا بصفة عامة، بشرط الفيلم هذاك لازم يهضر على الوضعية تاع المرأة في الجزائر وفي البلدان المسلمين، يعني محقورة هذيك، يعني فهمتي تعاني، وهذيك هذو غير يدخلوا برك في السيناريو حاجة كيما هكذا عندهم تمويل، ولا يهضروا على التيروريزم، فهمت، يهضروا على التيروريزم ويهضروا على الإسلام ويهضروا على هذيك، هذو الأغلبية يتمولوا بالصفة هذا، وهذا مشجعينه من الاوروبيين، بارتيكولارمون فرنسا عندها واحد الدور سلبي كبير، ولهذا الناس عادوا يحبوا ينجوا يحوسوا على النقطه اللي تثير الممول، خاصه الممول الفرنسي باش يعطي دراهم يخليك تنتج، وهنا يسبك تعفس على المبادئ تاعك، في غالب الاحيان تعفس على المبادئ تاعك وتعفس على حبك للوطن وتنتج هذا الفيلم، لانك ما عندكش كيفاش تهدم. وفي انتاج واحد اخر اللي وزاره الثقافه تعطيك نصيب باش تهدم، وهذا نصيب ما يكفيش لانتاج فيلم،
هذا تقريبا في رأيي اللي كاين حاليا. يدافع الجيل الجديد ممن أنتجوا أفلام من هذا النوع بمنطق عمل بحت، واعتبروها مجرد فرصة للعمل لا غير. أنا منش بشي هذا، نقرأ غالبا نقول لك فرنسا السينما في فرنسا مرتبط بالتوزيع والتجارة، كان موزعين، كان هذه ما نمش بها بلي الحكومة الفرنسية تدخل لك في موضوع. أنا إلا عندكم أمثلة جيبوهم، لكن أنا إحنا اشتغلنا في فرنسا، أنا اشتغلت مع مرزق علواش، اشتغلنا، أنا كنت اشتركت في إنتاج فيلم تاع مرزق علواش. إحنا عمرنا ولا كانت عندنا ضغوطات ولا من السلطات الفرنسية، أنا غير نقرأها في الصحافة، لكن إحنا عمرنا ما شفناها في الميدان. عمري ما سمعت مخرج جزائري في فرنسا خضع لي ضغوطات، انا ما سمعتش بها. انا هذه ثانية مغالطات انا في رايي، باسكو ما شكيتش اللي ما نظنش باللي مرزاق علواش بالشخصيه اللي عنده يتقبل ضغوطات من السلطات الفرنسيه. هذا غير من غير المعقول. كاين عده مخرجين جزائريين اللي تحصلوا على اموال فرنسيه، كاين مرزاق علواش، كاين عبد الكريم بهلول، كاين عكاشة طويطة، كاين انا، كاين الياس سالم، كاين سعيد ولد خليفه. ما شكيتش هذ المخرجين يقبلوا ضغوطات. خروج الجزائر من النفق المظلم مع بداية الألفينيات لتكون عودة السينما الضالة من خلال مسميات مناسباتية. البداية كانت من سنة الجزائر في فرنسا سنة 2003، وآخرها قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. ومنهم اللي راحوا لعند هذيك الآن فترة أخرى، فترة ما بعد نظن أنه كانت أسوأ. احنا كنا نقولوا بلي ممكن العكس، لكن مع الأسف سيفغي لاحظنا أنه فترة ما بعد هذيك الفترة نقصت، وما تكلمناش نرجع لواش كنا نقوله من الأول، لأنه المؤسسات السينمائية والثقافية أغلقت، وهذا لعب دور كبير في أنه الإنتاج يقل، الفنان ما لقاش روحه، واللي بدأ يهجر أو يحوس على يعني طرق أخرى في الشغل اكسسوار في الخارج أو مع الأجانب إلى آخره. وده بسبب لأنه أنا بالنسبة لي كان مهم جدا أنه المؤسسات اللي كانت موجودة كنا نشتغلوا سونز أغي، يعني نقول لك لأنه وعباك تشتغل، كين الدراما، كين المسلسل، كين الفيلم السينمائي، كين الفيلم التلفزيوني. الفيلم التلفزيوني هو دوك أصبح قليل جدا. في وقت ما فيلم الفيديو يعني الفيلم التلفزيوني كان عنده أهمية كبيرة، كان وكنا نشتغلوا في مواضيع اجتماعية إلى آخره. خلال هذه التظاهرات المختلفة تم إنتاج العشرات من الأفلام التي استهلكت ملايين الدولارات. أسف أنه هذا ذهاب بعض المنتجين أو أصحاب المشاريع الممولة من طرف الدولة تقريبا بنسبة 100% إلى الاستعانة بديكورات أو خدمات خارج البلد، هذا مؤسف جدا. يعني لماذا؟ لأنه هذا يعكس حالة التصحر التي نعيشها على المستوى البشري وعلى مستوى الهياكل القاعدية. لازم نتحدث بكل صراحة، يعني نحن عندنا بلد قارة لكن مرافق الخدمات السياحية تعيسة جدا، فهذا يثني الكثير من المشاريع. أنك عندما تذهب إلى مناطق في الصحراء أو في أي منطقة من الجزائر أن تصور، يعني غياب التأثيث وغياب المرافق والخدمات التي تساعدك أنت كصاحب مشروع إلى العامل البشري. كذلك نحن نفتقر مع الأسف كما تحدثت على مسألة التكوين، نفتقر إلى خبرات مهنية مواكبة للتطورات الحاصلة وعملية، وهذا شيء أساسي. النقطة الأخيرة متعلقة بقضية القائمين على تسيير ومرافقة هذه المشاريع، فعلى أي أساس أنت يا مخرج أنك تذهب تلتجأ إلى خدمات؟ هل هناك موانع أو شروط أو كذا؟ يعني لابد أن تكون فيه مراقبة، ومراقبة صارمة ومهنية لا تحرم، لأنه المخرج مبدع فيبحث على ما يناسب المشروع تاعه. بد على القائمين سواء كان في وزارة الثقافة أو المؤسسة التابعة لها أن ترافق هذه المشاريع خطوة خطوة حتى تحفظ المال العام اللي هو المال الذي دعم بهذا المشروع، وكذلك فاعلية تحقيق الفيلم في ظروف زمنية محددة. يرى معظم النقاد السينمائيون أن المشكلة الأكبر للسينما الجزائرية اليوم هو كتابة السيناريو. هل هناك في الجزائر كتاب سيناريو محترفين في السينما؟ لا أتحدث عن التلفزيون وغيره،
يعني هل هناك ناس يعني متفرغون وكتاب سر؟ نحن لم مع الأسف لغياب حراك إنتاجي وغياب آلية التكوين وغيرها، فنحن نفتقر مع الأسف إلى مهنيين يكتبون السيناريو، يعني شغلهم سيناريو يعني. فأغلب المشاريع من يكتب السيناريو هم مخرجين أو بالاستعانة بعض الأصدقاء أو بعض العاملين في فاللجنة القراءة على مستوى وزارة الثقافة هي تدرس ما يأتيها من مشاريع، فهي تتعامل معه موجود وليس على ما هو مرغوب. فهل كل السيناريوهات التي تقدم إلى وزارة الثقافة إلى لجنة القراءة سيناريوهات جيدة مكتوبة بشكل حرفي مهني وفق المعايير السينمائية؟ هذا سؤال يطرح. من يكتب السيناريو في الجزائر؟ فهذا سؤال. قبل أن نحمل المسؤولية للجنة لازم نحمل المسؤولية لدافع المشاريع، هل السيناريوهات تكتب بطريقة مهنية؟ هذا أولا. ثم بعد ذلك نأتي إلى السؤال، وهنا إجابة ضمنية، أنه هزالة بعض الأفلام المسمى جزائرية هي سببها في الأساس سيناريو ضعيف. لا يمكن أن نحقق فيلما جيدا بسيناريو ضعيف، يعني هذه مسألة جدلية متعارف عليها. يعني سيناريوهاتنا مع الأسف، يعني لا أعمم ولكن على ما هو موجود، أنه فيه ناس تكتب بشكل جيد ولكن هناك عدد كبير سيناريوهاتهم لا تتحكم في آليات الكتابة. إسماعيل بولبينو طبيب متقاعد من المولعين بالسينما والذي كرس جزءا من ماله وحياته لخدمة السينما الجزائرية. جاتني الفكرة هكذا، كل وليت نشوف المخرجين وهذه كل نقول لهم أرواحوا، أنا عندي إقامة كاملة موجودة وكل شيء، روحوا ديروا لي فيلم عندنا وهذيك وهذيك، وعلى ما تديروش استوديو سينما. ورحت بكري في التسعينات، جاء محمد شويخ دار الفستيفال دو كان جونيور في تيميمون، رحت شفته وقلت له على هكذا، قال لي هاك عارف احنا ومنا بعاد وهذيك ومنا هذيك. ومن بعد شفت عمار العسكري وحمد بجاوي. عمار العسكري واحد النهار زعف الله يرحمه ويوسع عليه، قال لي ابو البينا، قال لي باسكو انت عندك اقامه ثم عندك كل شيء ومن هذيك وتعرف مليح المنطقه وكل شيء، علاه ما تديروش؟ قلت له بصح انا مشني خاطيني السينما، انا محب السينما برك. قال لي علاه؟ قال لي هوليود وبوليود والاستوديو دون السينما وكل. قال لي مش المخرجين اللي نتاعهم، قال لي رجال الاعمال هما اللي يديروا هكذا كل. دونك هو شجعني. من بعد شفت احمد بجاوي، احمد بجاوي قال لي عنده الحق، قال لي دير وحنا هنا باش نعاونوك وكل شيء. يسمى درت شركه نتاع سينماتوغرافيه، اي هذه موجوده على 60 كيلومتر شمال شرق، شمال شرق تيميمون في التينركوك في العرق الغربي الكبير، يعني في الصحراء الكبرى هكذا كل، في واحد الجهه يعني خلق العاده. البيروقراطية التي ظلت تهيمن على العديد من القطاعات في الجزائر حالت دون تجسيد مشروع المدينة السينمائية بتيميمون بولاية أدرار التي ظلت حلم عم إسماعيل. احنا كي طلبنا باش يعطونا اعتماد في التسعينات قال لك ممنوع، وكان حاجة اللي تقعد حير فار اكزومبل الكازبا فيلم اللي دار لاباطاي دالجي نتاع يوسف سعدي كان عنده اعتماد مع البداية على الاستقرار، يعني يعني وفي التسعينات كان ممنوع حتى خرج القانون تاع 2011. يعني ذاك الولاية تاع أضرار عيطوا لي قالوا لي هيا زيد عاود الملف تاعك درك القانون هكذا كل، وعطونا الاعتماد في وزارة الثقافة. إن شاء الله نخرجوا بنتيجة ونطلبوا من المخرجين مع لي بروديكتور اكسيتيرا هذا كل باش يجيو يزورونا. فضاء التصوير السينمائي هذا تم إنشاؤه بالعاصمة ببلدية العاشور منذ 3 سنوات فقط تحت إشراف المركز الجزائري لتطوير السينما، وهو عبارة عن قرية يمكن استخدامها في تصوير الأفلام السينمائية والتلفزيونية. والبداية كانت بالفيلمين التاريخيين ابن باديس وأحمد باي. هو مش مدينة سينمائية بأتم معنى الكلمة، هو فضاء تصوير سينمائي، ما هوش مدينة سينمائية. وهذا الفضاء هو انتج نهار كان فيلم بنو باديس في الغلاف المالي اللي طرحته الدولة لإنتاج فيلم بنو باديس، خصنا مبلغ منه نتجنا هذاك الصرح، والحمد لله اللي كانوا فيه بعض الأفلام تصوروا فيه. حبينا نقضي باسكو ما كاش أماكن اللي تصوروا فيها،
كنقولوا ما عندناش كما حنا البلدان الشقيقه كما المغرب ولا تونس اللي عندهم مدينه سينمائيه باتم معنى. حنا حبينا نديروا كما نقولوا الخطوه الاولى للمدينه السينمائيه. بدينا بهذا الفضاء التصوير السينمائي وان شاء الله يكون الاخر يتبع بما يليه باش تكون مدينه سينمائيه باتم فيها الاستوديو لي لابو كل شيء. وهذا ما يكونش من طرف الدوله فقط وانما يكون من طرف الشركاء الخواص سواء اجانب ولا جزائريين باش هما نطوروا شويه الاخر ونوقفوا تاع عمليه تحويل الاموال للخارج. لانه هذا السبب اللي خلانا نخمو في هذا الفضاء التصوير السينمائي وخلانا نخمو الف مره اننا يكون عندنا الامكانيات كيما البلدان المغرب ولا تونس. تروح لتونس تشوف المدينه السينمائيه ديالهم الله يبارك كيما يقولوا ما شاء الله فيها كل شيء. سي بور سا يروحوا لتماك باش يصوروا كلش باسكو فيها كل متطلبات تاع الانتاج. هذا اللي انا حابين نوصلوا ليه لهنايا اننا بدينا بخطوه بخطوه باش نعاودوا نرجعوا كاع التصوير يكون هنا. ركود الاستثمار في المجال السينمائي ساهم في تدمير وضعيه الفنان الجزائري الذي يعاني الامرين في القطاع الثقافي. لما قلت الانتاجات والعمل وحتى الفنان عباك يكون محترف يحترم نفسه وبالتالي ما يقعدش يخدم في اي حاجه. هما ممكن الفنان هذا المحترم يعمل يعيطوا ويش يشتغل لكن راهو الا شاف روحه راح يكرم نفسه يشوف روحه باللي نفس الادوار يشوف روحه باللي ادوار ما تولموش طبعا راح يجبد روحه ولو على حساب يعني حياته يعني الماديه والى اخره. لكن عند كاين عزه نفس كاين عزه نفس وين لا وين سي بوصا تلقاهم بزاف دوكاتيك ما على بالناش وين راهم ولا واش راهم يديروا ولا ماناش نشوفوا فيهم كامل لانه عندهم عزه نفس. شغل حبسوا وغلقوا على روحهم وقعدوا لانه الفنان مهما يكون عنده عزه نفس وعنده كرامه والى اخره. النرويج وعلاش ماشي صح؟ مالمو مرسى في لا سويد. اذا كذب عليا كذب عليك. ما كانش مشكل نقدروا نتحقوا من الشهاده نتاعو. لا هذا يطلب وقت طويل. عندي فكره احسن. وشنو هي؟ القيوا عليه القبض لمده 24 ساعه. والسبب على بالك باللي يدو طويله. خذوا لي البصمات وخذوا الصور معك طلعوا الكوميساريا. ما عجبتكمش علاش تخزروا في هكذا؟ انا عييت فهمتوا عييت عييت كرهت كرهت. عشت الدل. عجبتكم حياتكم هكذا؟ عجبتكم حياتكم هكذا؟ انا ما عجبتنيش ما عجبتنيش. ناكلوا نشربوا نرقدوا ونزيدوا نعبروا كاين بايم ونزيدنا شكون يجي يخطبنا ويتاجا كيفاش نخرجوا من حبس لحبس هذا ما كان. وشريشه فهميش راهو ماشي فقط في الممثل الجزائري لكن راهو في المخرج الجزائري في التقني الجزائري. هذه مؤخرا رانا نشوفوها انا بزاف تقنيين نعرفهم راهم كذلك في حاله بطاله ويدوروا مخرجين مخرجين يعني تاع قيمه مخرجين تاع كما قال لك تربينا على اعمالهم الى اخره مهمشين وما مش يشتغلوا. شوف نحن ماناش ضد انه يكون مثلا نجيبوا نشتغلوا مع اجنبي كسوا عربي او من الغرب او من المشرق او بالعكس كلها تجارب مليحه. يعني قد ما تشتغل انت مع تشتغل مثلا مع المصري او السوري او اللبناني او الفرنسي او الامريكي او هي مليحه بالبزاف بالعكس تاخذ انت اكثر تتعلم وتتحط انت كذلك في ممكن في عمل يكون انت تكون عندك حتى في الشهره يعني ممكن يكون عمل عالمي وين انت تولي معروف على المستوى العربي او المغاربي او العالمي. هي مليحه للفنان لتقنيته لكن ماشي ما يكونش هذا على حساب الجزائري على حساب الممثل الجزائري وعلى حساب المخرج الجزائري وعلى حساب التقني الجزائري. حتى يفوتوا هاد الشهور اللي مازالوا هنا ما يقدر بنادم لا يخرج ولا يعمل حتى حاجه حتى الشمس
حتى الشمس تحرم الخروج بنارها. لكن وين يخرج بلادنا؟ الدنيا كلها خراب، كأن قنبلة ذرية هدمت هذه الدشرة الحزينة. نوال زحتر الفنانة السينمائية الكبيرة التي دخلت السينما من أبوابها الواسعة من خلال دور البطولة في فيلم ريح الجنوب. واش عندي في الناس وقوالهم؟ نلتقي بها اليوم ببيتها بالعاصمة، أين وجدناها وسط ذكرياتها مع السينما الجزائرية في الزمن الجميل. نحير في السبعينات كي بديت في ريح الجنوب كانوا كل السينمائيين يخدموا أفلام وقع عندهم درام وقع يخدموا وقع وراها هذيك داك الشيء وراح بزاف أفلام لنا. حتى ريح الجنوب خدا أكثر من 11 خدا الفيل، خدا جوائز كثيرة يعني العديدة، منها في واغادوغو أحسن فيلم، شكون تاني، القلعة اللي مؤخرا برك مع محمد شويخ. واش راهي الحالة؟ لاباس؟ لاباس بخير. ما في زهرة اليوم يا زهرة؟ تفضل سيدي. صح، بسم الله. كل حلوة سيدي. صح، نتاي نشرب يا نحو الحلوة، نظرة في عينيك هذيك هي الحلوة. القلعة خدا أكثر من 11 خومي بخي. حتى نتفكر كي رحنا المهرجان تاع كارتاج ما قدروش يدخلوا في المسابقة لأنه قال لك احنا متأكدين أنه ياخذ الجائزة الأولى. إي معليش، خليه، ولا الحاجة اللي تنجع لازم نوضعوا لها حد. نوال التي كرست حياتها لخدمة الفن الجزائري تتأسف اليوم على واقع السينما الجزائرية. هنا في بلادنا يعني ممكن جدا كاين الناس ما همش في مكانهم، فاقد شيء لا يعطيه، ما تستناش منه أنه يقيمك ولا وزيد حب الوطن. أنا راني في داري هنا، أنا ما نجوعش عائلتي واللوح دراهمي برا. أكيد أنا نشوف طلبة أهلي، نشوف طلبة يما خياتي، ومن بعد جيراني القراب، ومن بعد هكذا هاي كيف، حتى ربي موصي على الأقارب وعلى الأهل وعلى الجيران وعلى أهل الفن كلهم راحوا. انتظروا ما كان والو على بالك. قال لك يقول لك هذاك المثل، البنادر تقطعت وتفرقوا المدادحة، خلاص ما كان والو. حملت نوال زحتر على عاتقها طوال مسيرتها الفنية الدفاع عن المرأة الجزائرية ومكانتها في المجتمع. المرأة الجزائرية الفنانة ما خدتش مكانتها في في بلدنا. الرجل ما نعرف يدار بالك ولا مانيش عارفه، ولا انا كي نطلع من المنصه كنت حكيت لك يعني كي نشوف الناس طابع انا نحبط. انا فطروا لي ما نطبعش، كنت صغيره ما عنديش حق الطاكسي ما نطبعش. كيف انا يا دوكار في المنصه نطبع وبالك انت؟ اذا ما عنديش مكان انت ما عنديش. انا رحت للمهرجان كان استدعاني هذا يا فيليب جلادو، سي لو ديريكتور دو فيستيفال دي 3 كونتينون في نانت، شافني في القلعه قال لهم سيت اكتريس يفوك جو لافوا، عرضني والمهرجان وبعث لي يعني الحق يا وكي رحت دخلت للقاعه خزرت صبت اسمي في البروميير رونجي واسمي، قلت والله يعرفوني هنايا تقعدت. قلت صافا والله يعرفوني، انا في بلادي ما يعرفونيش. وما يؤلم اليوم هو حال الفنان الجزائري الذي ضيع شبابه وحياته في خدمة الثقافة الجزائرية لكنها أدارت له ظهرها. احنا ممثلين وانا نحس بزاف، انا حساسة بزاف، وهذا اللي خلاني باش ندير السينما ونحب المهنة تاعي كمهنة، مش باش نترفع منها ولا باش نبان ولا باش نشتغل، كمهنة نحبها. كي كنت كاميرا هذه نحبها، والفتها، كبرت معاها. كاين البعض أو الأغلبية حنا الفنانين بالنسبة لهم صوت وصورة. إيه تاع
تعرف تغيدني انا هادي تغيدني نو انا انسان انا شو با اون ايماج اللي تحركها كيما تحب حركها مي عطيني قيمتي كانسان سي تري امبورطون بور انا بور ان ارتست ان فري ارتست يحسها ضرو انا قدرش هذه مساله احساس ما يقول لك اعوذ بالله من عين لا تدمع ومن اذن لا تسمع ومن قلب لا يخشع سي تري امبورطون ان ارتست il faut pas toucher ça porte malheur et ça porte malheur والله اللي يقيس الارتست غير تصيبه مصيبه ما كاش نسلك منها انا ارتست C'est quelqu'un de très sensible. Il faut pas le toucher. السينما الجزائرية اليوم تعيش على أمجاد الماضي وتبحث عن نفسها بين عمالقة السينما في العالم الذين كانت منافستهم الأولى في سنوات خلت. أعزائنا المشاهدين نترككم الآن مع أهم التفاعلات التي جاءت حول عدد برنامج القصة وما فيها الأسبوع الماضي. جئنا أعزائنا المشاهدين إلى ختام عدد اليوم من برنامج القصة وما فيها إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله سلام.